نحن نتحدث عن شباب نشأ في بلجيكا وتربى في بلجيكا ودرس في مدارس بلجيكا التي تتبنى المرجعية العلمانية، وهم يحملون الجنسية البلجيكية هؤلاء الشباب. يعني كيف تفسرون أن هذا الشباب الذي يتلقى هذا التعليم يمارس هذا العدوان؟ هناك سياسة خاطئة عالمية من الغرب تؤدي إلى وجود هذا الأمر، تؤدي إلى وجود الحقد، تؤدي إلى تكون الغلو في بين أبناء المسلمين. قبل أسابيع أعلن يعني الدكتور عبد الكريم الشاذلي أن ابن كيران هو المسؤول عن تعذيب السلفيين في السجون وأنهم لن يسامحوه يوم القيامة. قول بأن الحكومة هي التي تعذبهم هذا أيضا كلام ليس في محله. هل ترون أنهم سينجحون في مهمتهم، خاصة أنهم ليس لديهم تأثير شرعي أو تجربة سياسية يمكنهم من ذلك؟ لا أتوقع لهم أي مستقبل. هل ترونهم مثالا مشابها لما وقع بمصر مثلا؟ نعم، لأن حزب النور كان بمثل هذا الأمر، فجأة عندما دخلوا في العمل السياسي استخدموا من قبل الدولة العميقة لضرب الإخوان المسلمين. واللغة الأمازيغية؟ هي لغة الوطنية. حين أطالع الجرائد الوطنية أجد صورتكم تقرن بالتطرف والغلو، وأن كثير من المنابر تصفكم بأنكم من السلفيين التائبين الراديكاليين. فلم أذنب حتى أتوب، يعني أنا لم أذنب ولم أحدث جرما حتى أتوب منه أولا. أنتم معتقلون على خلفية الإرهاب، ونحن قلنا إن وراديكاليون لأنكم ترفضون المشروع المجتمعي الذي تقدمه هذه المنابر. هم أيضا يزعجون المجتمع بأفكارهم التي يستوردونها من الغرب ويريدون أن يفرضوها على المجتمع. المجتمع لا يتقبل أفكارهم هذه. لماذا ترفضون الشيخ حسن الانتساب للسلفية؟ فأن تحصرني في طائفة تسميها السلفية أو تنعتها بالوهابية أو ما إلى ذلك، أنت تريد أن تمنعني من أن أكون أنا الأصل، وتريد أن تصورني في صورة الدخيل على البلد. المنابر ذاتها تصفكم بأنكم عجزتم أو فشلتم في الاندماج في المجتمع. لو لم نكن جزءا لا يتجزأ من المجتمع لما تحدثت هذه المنابر عنا ولا أهملتنا كما تهمل غيرنا. فما تعليقكم على قول بان كي مون؟ فهم يتركون أغلب قضايا المسلم معلقة ويساومون بلاد المسلمين بها، تفعل أو نفعل كذا، تفعل أو نفعل كذا. أبو حفص محمد رفيقي، التغييرات التي تغير لها ألمتنا.